شخصيا أن أشارك في هذه الندوة حول الحكام الرشيد بإفريقيا حتى أتمكن من أن أشارك معكم تجربتي كرئيس دولة في حين في الوقت الذي كان يتوجب علي أن أتخذ قرارات حاسمة في لمواجهة الفساد. وباعتباري رئيسا لفرنسا سابق فقد صادقت على قوانين مهمة باسم تهم الشفافية وأيضا من أجل مكافحة صراع المصالح وأيضا من أجل السماح بإحداث مؤسسات حديثة وجديدة تعنى بمراقبة وتتبع ثروات المسؤولين الكبار. وأيضا عملت على تعزيز الشق التشريعي من أجل تقوية الميكانيزمات التي تساهم في تتبع سلوكيات المقاولات والمسؤولين وبالتالي تقيدهم بما هو منصوص عليه قانونا. وقد عملت بشكل حثيث على محاربة التهرب الضريبي وعملت واهتممت بشكل كبير وساهمت في كل المجهودات المبذولة خارج حتى خارج فرنسا من أجل مكافحة الفساد. وهذا ما دفعني بعد نهاية ولايتي الرئاسية إلى خلق جمعية تسمى Stop Corruption أو تعنى بوفق إيقاف الفساد. وهذه الجمعية تعمل بشراكة مع كل الفاعلين من أجل تعزيز وتثمين الممارسات الفضلة والوقوف على الهفوات القانونية من أجل اقتراح العديد من البدائل والحلول المالية والاقتصادية والسلوكيات التي تواكب التطورات التي يشهدها العصر بما يتفق مع المعايير الدولية. ونحن اليوم شاركت في 2020 في ندوة هنا بالرباط، لكن هذه الندوة التي كانت مقررة في 2020 تم تأجيلها بسبب كوفيد. وللأسف الفساد هو ظاهرة تواجه كل البلدان سواء في أوروبا أو هنا في إفريقيا، وبالتالي بات لزاما علينا أن نستعين بكل الحلول والإمكانات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة. لكن أزمة كوفيد ساهمت في وكبح هذه الجهود وفي تفاقم الظاهرة. وبالتالي خلال أزمة كوفيد عمل البعض على استغلال الوضع من أجل القيام بممارسات لا تنسجم مع القانون. اليوم نحن في مدينة الرباط وفي ظل سياق غير مواتي تطغى عليه الحرب القائمة في عدة مناطق من العالم والتي أفرزت تداعيات من جملتها غلاء الأسعار. وهذا من بين التداعيات أيضا الارتفاع البارز للمواد الطاقية. وهنا أيضا هذه التغيرات تمنح فضاء خصبا للتهرب من القواعد القانونية وأيضا اللجوء إلى ممارسات غير أخلاقية للاستفادة من الوضع. وبالتالي فهذه فرصة مواتية للأشخاص غير الأسوياء لممارسة بعض السلوكيات غير الأخلاقية. أيا كانت الفترات
فهناك العديد من الهيئات والمجالس التي تعنى بمكافحة مثل هذه التصرفات أيا كانت الظروف. وأنا سأقول هذا بشكل صريح، ليس هناك قارة هي بمنأى عن الفساد وعن الضغط وأيضا عن الاختلال أو الإخلال الجسيم بالنزاهة. فبالتالي كلنا معنيون بهذا الأمر، لكن هناك بعض البلدان التي اعتنت بشكل مسبق بهذه الظاهرة وعملت على مجابهتها ومعاقبتها، وفرنسا على مر الزمن في بعض الأحيان بعد فضائح تتجلى في خرق القوانين، وبالتالي فرنسا وضعت الجملة من القوانين تروب تعزيز القانون وحماية النزاهة. فالمقاولة أو المقاولات بدورها هي أيضا فهمت أهمية أو جسامة المخاطر إن هي رضخت للفساد. والمغرب هو بدوره وفي وقت فطن إلى أهمية هذه الظاهرة بشكل مبكر، وأعد لهذا الصدد الهيئة العليا أو لمكافحة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأيضا السنغال تحت حكم السيد ماكي سال فطن إلى هذا الأمر وأعد مؤسسات تجابه لمجابهة الفساد. هناك أيضا مؤسسات ذات طابع إقليمي ودولي تشتغل مع البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية من أجل مواجهة مضافرة جهود لمكافحة هذه الظاهرة. لماذا؟ لأنه حتى يكون هناك أشخاص فاسدون أو يقبلون الفساد، ينبغي أن يكون هناك أشخاص يقدمون عروضا للفساد، فبالتالي لا يمكن أن يوجد أولئك دون الآخرين. فبالتالي ينبغي علينا أن نعمل سوية حتى نجد لأنفسنا الأسلحة الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة. ولهذا السبب فالقوانين التي صادقت عليها لم تكن خاصة أو حصرية على فرنسا، بل هي تروم أو تعنى بكل السلوكيات المقاولات الفرنسية حتى بالخارج، ويهم ذلك أيضا الصفقات العمومية كما يهم الاستثمار. وبالتالي فكان لزاما علينا أن القوانين أو القواعد التي نحترمها أن تحترم بعض المتغيرات أو تأخذ بالحسبان الشق الوطني والشق الدولي. من جانب آخر فالمقاولات تلتزم بشكل سريع بمعايير المنصوص عليها مخافة أن يتم إقصاؤها، لأن المقاولات هي معنية بأن تكون هناك صفقات عمومية تحظى بالنزاهة، وبالتالي هذه النزاهة تقتضي من تلك المقاولات أن تكون هي بدورها نزيهة وتحترم القانون. أفريقيا هي معنية بشكل كبير بهذه الظاهرة، و حتى تتمكن البلدان الإفريقية من استثمار أفضل لمواردها الطبيعية. لكن الفساد هي ظاهرة تلقي بظلالها بشكل كبير على القارة الإفريقية وتفقد القارة
150 مليار دولار، أي ما يناهز 6% من الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية، بمعنى أن 6% يتم تهريبها أو يتم تهريبها من الاستثمار، يتم تهريبها أو 6% من الناتج الداخلي الخام لا يستفيد منها الشباب الإفريقي. وبعيد بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، فإن الفساد هو سم يضعف المؤسسات والهيئات الوطنية التي تجد نفسها عاجزة عن مناهضة ومكافحة الفساد. وهذا هو ما يجعل الفساد ظاهرة خطيرة، لأنها تنال من مصداقية الدول، وأيضا تحرم مؤسسات الدولة من التعامل بشكل أمثل ضد هذه الظاهرة. أنا أعي أن الشباب وهم حاضرون بشكل قوي في هذه الندوة هم أيضا يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات الفساد، لا سيما من خلال اللامساواة التي قد يتعرضون لها من غياب الفرص بالنسبة للبعض منهم، وأيضا يكون ذلك الشباب هم أكثر إلحاحا ومطالبة من أجل أن تقوم الدول والمؤسسات المعنية باستتباب الحكامة الرشيدة، فهم يطلبون من هذه المؤسسات القيام بمزيد من العمل وبذل مضاعفة الجهود من أجل مكافحة الفساد. الاتحاد الإفريقي هو أيضا اتخذ مجموعة من القرارات، وأيضا هناك مبادرات إقليمية لا اتخذها المغرب بمعية مجموعة من الدول العربية، والتي تروم مضافرة السياسات والجهود من أجل نجاعة أكبر في مكافحة الفساد. أتمنى زملائي أصدقائي أن هذه الندوة التي تأتي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس وبحضور ثلث من الشخصيات البارزة، أنها ستساهم في تبادل الخبرات من أجل الخبرات في مجال الممارسات الفضلة في مكافحة الفساد، حتى يستفيد من ذلك الدول، المقاولات، المنظمات غير الحكومية، من أجل تقوية وتعزيز آلياتنا وميكانيزماتنا. فالفساد ليس له نمط واحد كلاسيكي، لكن الفساد يتكيف مع تغير الأحوال، وصار يستفيد من الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة حتى يتأتى له الحصول على مآربه. وبالتالي بات لزاما علينا أن نغلق كل الهفوات وكل النقائص التي قد تعاني منها القوانين أو هذه الآليات الجديدة، حتى نقطع الطريق على الفاسدين، ولا سيما فيما يتعلق بتبييض الأموال وأيضا أخفاء مكتسبات الأموال المكتسبة من الفساد. أيضا يتعين على أو حتى بالنسبة للدول المتقدمة، الدول الأوروبية أكيد أنها كانت سباقة لمكافحة الظاهرة، لكنها هي الأخرى تعاني من تداعيات الفساد. وحتى أختم، أود أن أنوه بالعلاقات التي تربط فرنسا مع المغرب، فهذه العلاقات هي علاقات عميقة وهي ضاربة في التاريخ وجغرافية وإنسانية من دون أن ننسى أيضا مصالحنا المشتركة على المستوى الاستراتيجي إزاء المخاطر الخارجية، دون أن ننسى أيضا مخاطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وبالرغم من سوء الفهم الذي قد يحدث،
وحتى أيضا حتى بالرغم من التحولات الجوهرية التي يعرفها العالم، يبدو لي أنه من الضروري إعادة إطلاق الشراكة بين المغرب، بين فرنسا والمغرب، وبالتالي وضع كل المواضيع التي تهمنا على الطاولة ونبعد تلك التي تباعد فيما بيننا. فهذا أيضا هو جدوى حضوري هنا بالرباط من أجل هذه الندوة، وأتمنى للجميع ندوة طيبة.